لله تعالى لوجه الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت جمر ربث يو شر الطعام طعام الوليمة ملولا يمنعها ميئتها ويدعى إليها ميئبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وإمي لولاي الصلاين برياقونو بكتاو حديث كتلالن كتاو حديث ولوت مدو سلسات سفاتنا ومالتنا ونا عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام تابو هريرة لتغنيوت بإساة طعام 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 الوليمة له عندو من يكفى يشرق دقسن والو يدعى اليها بس ويطر الاغنياء حفتاموش يطروا بطل ويترك الفقراء يوم مسكينو يدمو اي طروا مالتنا ويش يدمو بطام مطفو يهونج زغجتنات بلوالت بلو تناغروال مالتنا ونا زلاي مسلمم يالوم يللوم عند عينت نو عندو رسول عليه الصلاه والسلام قدم كو باسالفنو حديث لاي يو سو يو فقراء ومساكينوچو بطام الله دي تلقوا غا عند الله ይሄ ዱንያውን ተተው ዱንያ ትንሽ ጊዜ ነው የምንኖረውና ያው ተናግረዋል ማለት ነው وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انس የሚባሉ ታላቁ ሱሐባ ሲናገሩ قال ولوال من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين وضم اصابعه جاريتين اي بنتين እንግዲህ ሁለት ሴቶች ልጆች ኖረውት ሰውየው ባለው ልክ ነው እንጂ የሌለውን አንጣ ይባለም ባለው ልክ ይሄው እንደው ፍቱን በሻሽ አርጎ እንደው አለወሰለ ናይዟች ብሎ ማለትም ትልቁ አጋለው ማለት ነው ባለው ልክ ሁለት ሴቶች ልጆች ኖረው እነሱን የተንከባከቡ ደረጃ እንዲደርሱ ያደረገ ሰው ነገበ የመልቂያ ማሉ ከሃተይኒ ወዶም አሷቢዐሁ እንዲያርገው እንዴት ነው ተነጋም ይነሳው ደረጃው ብለዋል ይሄው ሴቶች ልጆች እንግዲህ ማሳደግ ማስተማር አልহামዱሊላህ ብዙ ቹንግሪ ልጆቻቸውን እየተንከባከቡ ያሳደጉ ነው ያሳደጉ ደረጃ ያደረሱ ነው እንጂ ያው እንግዲህ ወዲ حرام ቦታ ሄደው حرام እንዲሰሩ ለነዛ መድخل መግቢያ ማድረግ ተገቢ አይደለም ማለት ነውና አንከባኩ አቅማ ደም ተደረሱ በኋላ የራሳቸው ምርጫ ይዛሉ ማለት ነው ነገር ግን አጅሩ ይሄን ያህል ነው ብለዋል وعن عائشة رضي الله عنه دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيهما ولم تكن منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليها كله ستا من النار ميتي عائشة عند سيتي ومتاتنا لجوش جزال لجوش جزال لجوش جزال لجوش جزال ومعها بنتاني تاديات أيكا تنيالو انقدي عند تمر نبري نبرو ياتن ستواتالو فأعطيتها إياها لسوا فقسمتها بين ابنتيهما لهولت لجوش ياتن تمرونا كفلتنا يو انقديها بلاتش ولم تكون منها للاسوا بلاتشم ثم قامت بلالة فخرجت وطاي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبروا تاري ميتي عائشة هنن لنبي عليه الصلاة والسلام نقرواتشو تاري ما نبت إليه من هذه البنات بشعين فأحسن إليهن كن له سترا من النار يو لسات انقري مقال جيل سات اندياس كبع حجابون اللات بلو رسول عليه الصلاة والسلام تناقروا مالتنا يو انقري لما نانكوا لجوتوان ديس انديم التصادق نقر يه راسو انقري الله يو راسوام يكجلات التعطبات شيخونال يو انقري سلسوس تارغن انقوان نبلال لشمنا يو انديز هارغا بمالتوا يو الله سبحانه وتعالى انقري تسات مقال جارة قلات بلو رسول عليه الصلاة والسلام تناقروال وعن عائشة رضي الله عنه قال جاءتني مسكينة تحمل ابنتيها لها فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطيت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إليها إلى فيها تمرة لتأكلها فإن استطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي
صنعت رسول فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار بل إلى بكل يوم رسول عليه الصلاة والسلام لتناقروت عائشة تمر صوست تمر نبرالو صوست تمرات فعطوت كل واحدة منهم ليان دي عنده بيسة طواتالو ليان دي صوست لهون وخلات لجوش والناس وعمالتنو عندهم تمر لساسة تشاتشو عنده قنابه على لسوات تبالو من تمر لهولات كفلتنا ياتين تمر لهولات لجوش وكفلي مالتنو تايا قرمينا يا نبي عليه الصلاة والسلام نقر فاتشو إيهن النقرالو رسول عليه الصلاة والسلام منالو تاديا قد أوجب لها بها الجنة لسوى جنة وجب واللاتال أو عتق منها من النار تساعد من الزعام تطعبت نتا نوبلو تناقروا مالتنا وسلزن قدي ايوان دي هال مارغن قدي بزن بشا بزن قوين بمن كواكو جنة الله سبحانه وتعالى مستة أمونون أو كان يو بكبير سوو تشاچنگا تلجو تشاچنگا عف الله عما سلفنو قدي هال لفون نقر الله كرتير قلن لو ديفتو ترو سوچونا إن شاء الله لجوشونا باقبابو مساديق باقبابو قدي تربية مستد إيه قدي تاندي اللبن لما مالتنا وعن أبي شريح خويلد بن عمري وعمرين والخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتناقرون اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمين والمرأة إني نجي يوم القيامة أفرد والله جهنم دي جبا قالوا رسول عليه الصلاة والسلام هو الدكا موشن يتيموشن لنا تشكرتن يامي هون سوشن كبسو نجب آخرة جهنم نو بلو تناقر والمالتنا ونا هو الدكا موشن أحتنكو بلو تما قد بستقر لتنكو أي قبا أحرجو ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا يا رسول عليه الصلاة والسلام لتناقروت نقري كلاي يتناقرون نوترقوم يستطهد شرح لي مالتنا وعن مصعب بن سعيد أيوه قاس رضي الله عنه مصعب بن بالوس تناقروا رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حال تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مالو نبي عليه الصلاة والسلام إن أنت كوبا المتردد تدهم الدنيا لي بآخر أم جنة المسكبو الدنيا لي متتاقضت الله مرادياتشو بديك كاموتنا رزقاتشو المتتاقضتشو هالو بديك كاموتنا بضعفائكم بنانتنو الله مرادياتشو هالو سلزي يتي ديك كاموتن من منقر ضعفائكم ديك كاموتن يودوها لا عتبالو أنسون الله مرادياتشو لو تناقروا بآخر أم جنة من قباو دمو يا الله سبحانه وتعالى بأنسو سبب سرانه وترى الله جهنم دان قبا جنة يسكبانا المالتنا وعن أبي الدرداء عويمرين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ابغني في الضعفاء فيما تنصرون وترزقون بضعفائكم انقري الله سبحانه وتعالى قدم حديث لو رواه ابو داود باسناد جيد يا انقري ضعيفوتنا ديكاموتين اردونو تنسو ودي حالا اتبلو الناس بمرداتاتو الله سبحانه وتعالى يا انقري اجر يسطاتوال بلو رسول عليه الصلاه والسلام تناغروال معناتنونا يا نغب اخيره دمو تنبيو عليه الصلاه والسلام غير يمن الناس مهونون يا الله سبحانه وتعالى يا انقري سنا يتناغرون نبيو عليه الصلاه والسلام تناغروال معناتنونا جنات انديمسطون جنات الله انديمسطن نو انقري باب الوصيه بالنساء لسيتوش دمو نبيو عليه الصلاه والسلام يتناغروتن تنش يا لما ناجر فلقى له قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أمرته اللي ولا يهون يتمنى له وعاشروهن بالمعروف إلى الله سبحانه وتعالى بملك ناجر سيتوشاتون تنوان وارواتشو بقبطوا الناس ناجر بمسفرارة بمساسلو ناجر سايحون أيو فكر بمسات بملك ناجر تبابروش بالله ناجر إلى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى انقدي الناس كان انقدي لما استكاكل بسيتوش مكاكل تنش ياو فكروا هولستيتو اللي هون يشلالو ياو عندنا تيمة المالات بياس تجرم من دي تنتلت تلقن لما استكاكل موكروا عسامروا الله انفروا الله سبحانه وتعالى إن الله كان غفورا رحيما انقدي ماري هون يتانو مالتنونا مارينا أزاني روري هون يتانو سلزي بل لله بلاتشو الناس بطروه نيتا تدادر واشيونو
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم كثرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. نبي عليه الصلاة والسلام يا سيطرت انجريه تخلقوت أباتها نريم الله سبحانه وتعالى يوم تحيى مثلا انجريه تقاوي التوكاو تزات التوكاو بها الله روحيتون باباتها نريم انجريه انجريه تقابا أدرق روح تقابوبا روح تقابوبا على نفسها شو مالتنا الناتها نحوان دمو تتقرابو الناس وني خلقها شو الله تمام مثالو تعطن تحت مالنا تاري انجريه هن تمام يالو النقر قنا نارغالن بلو مالت يسبرالو نو مستبرو منديناو فچي مفصمو نو سلازي يا انداي هون قنا مارغ ساي هون اندي بحرياچو متتدادر يمكراچو اسفلاجينو مالتنو سلازي تستوسو بي نساي بشيتو غبا مكا بمماكاكر منور اندي يالباچو نو وفي روايه مستحيني المراه كالضلاع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت وفيها ايوج سيدي كتاتي وانجري يعني انتم تعمم يا لون نجر كفا عقانا لو بتلت تصبروا لهنا انجري سيت اندي غنوا اتنت نات مثالينا وين استمتعت بها انجري بزاو بالله شبو تتاقماچو اندهونا بزاو بالله متاقم اندي يالباچو نو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تناغرو سيتوچاچين بطرو احوال متتادر اندي يالبنو بطرو هنيتا متتادر اندي يالبنو ما نبي عليه الصلاه والسلام يا ويعززوت ማለት ነው ስለዚህ በዛ ደረጃ انت ማለት አለብን ገና መጀመሪያ ላይ ያው ሴትዮዋ ማነች የሚለው ነገር ማጥናት ምትታገባ ማየት ያስፈልጋል ዝም ብለህ ብቻ ማንንም ላይ አገኘው ላይ መውደቅ የለብም ስለዚህ ሴትዮዋ ማነች ዲኗ ምን ይመስላል ቱንከሁል መርአቱ ለአርባዓትናሉ ለአራት ነገር ሴት ትገባለች አሉ አንዱ ለዲኗ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ መልክም ዝሁ ቦታለው ገንዘብም ቦታለው ዘመድም እንደዙ የዲኗ ሰው ቤተሰብ ያው እንግዲህ እሱም ደግሞ ያው ቦታለው ትልቅ ቦታለው ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይመስላል ዲኑ አላህ አንተ ፈራለች የሚለው ነገር መጀመሪያ ቴስት ማድረግ አለብህ እሷም ደግሞ ስታገባው ምን ይመስላል ዝም ብሎ ብቻ የጊዜውን ማየት አይደለም አቂባውን ወደፊት ማየት የዲኑ ነገር ትልቅ ቦታ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነውና ያው እንግዲህ በዛ ደረጃ አይቶ ያው አግብቶ እንግዲህ ሲያገባ መነሻው ጥሩ ተሆነ መድረሻው ጥሩ ይሆናልና አላህ ጥሩ ያረጋዋል ማለት ነው ስለዚህ ለምንድነው እዚህ ዱንያ ትንሽ ብዙ ቋን ኑሮም ትንሽ ጊዜ ነው ምን ኑሮው ለአኺራ ምን ይዘን ነው ምን ሄደው حرام ይሆነ ንካህ እንኳን ያለላ ሴት መገናኘት አላህ ዘንድ ከባድ ወንጀል ነው ንካህ ያለላ ሴት ይሄው ሰው ይዋግብታ የምታቅ አግብቶ የሚያቅ ተሆነ ዝም ሙስተርተዋል ንካህ ሳይርጉ ብሎ ቢመሰከርባቸው ምንድነው እንግዲህ እነሱ አግብቶ የማያቁና የማያቁ ተሆነ ሰማንያ ጅራፍ ይገረፉና ለአንድ አመት ያህል ታገር ይባረሩ ነው ተመለሰው ይመጣል ቁርአኑ ነው የሚለው አግብቶ የምታቀሱ ማግብቶ የሚያቅ ተሆነ ያው ዝሙ ሰርተዋል ንካህ ሳያደርጉ ተብሎ ቢመሰከርባቸው ጉድጓድ ይቆፈርና ድረስ ያው ተከተከተ ይገደሉ ነው እኔ አይደለሁም ማለት ቁርአኑ ነው ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንግግር ነውና حرام ነው በጣም ከባድ ወንጀል ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንዲያለባችሁ ለማሳሰብ ነው ኢንሻአላህ ታፍታረፍት በኋላ ተመለሰን እንመጣለን والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشت عرفت ملسان متنال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يو تجمر نبثن قتلالا وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها عقروها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشكها إن بعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلجل عبد فلعله يضاجعها من آخره ثم وعظهم في ضحكهم من الضطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعله ولو رسول عليه الصلاة والسلام يوم يعني قريب قمالاً يقمالاً عنقاتاً بهون رسول عليه الصلاة والسلام يوم يعني تناقروا المارتنا ثلاثة تاريخ وعظوا فيه النسيطوشين بس يوم قريب مام كريس فالقال لهم السالي أرقو نومل فليجلوا امرأته الجلد العبدي تاريخ مستون دي باريه أدرقو عيمتاتنو
فلعله يضاجعها لنا قالوا سواس سواق جنايتها لدي من آخر يومي يوك أنو مش الرشالي جن مجنايتها شوي كانوا ثم وعظهم تزام كانوا في ضحكهم ثم من الضر طاتي سو جون قري حبرو فسنجو من سلو عند فسنا قال إن يتفس تجزي يسقالو هزم ملال براس سبحانه وتعالى على سنا لما يضحك لما يضحك أحدكم مما يفعله سبحانه وتعالى لسنجري لسنجري لس لسق أي أي قبوا من نام على سنا سنجري يا وسيتي جوا من قري እንደዛ ያለ መምታት በጣም ተገቢ አይደለም ማለት ነው ወደፊት ሐዲሱ ላይ ስለመጣበት እዛ ላይ አብራራዋለሁ ማለት ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة عنديت مسلم أويم من دي عنده عيط لا يقبط النجر تتقبابه على مطلات اللبث منه إن كريها منها خلقا رضي عن منها آخر أو قال غيره سوجو تال تسمى ما شو من تلالتشو يوم قلت سوريمو مسمى ما دمو لالله لستأتي شلال مالتنا إن كريها خلق ورضي منها آخر للاو سوريمو لوديتي شلال مالتنا محبات الله فكر الله أبروزن بلو منور ميستقرال أبرو لجوش ولدو ما صدق ميستقرال سلزده سو عندمو عندي مسلم سيد عندي عيط لانو عيط لانو عيط لانو اللبث منو والله سبحانه وتعالى تحرم تطبق ومنو لاللبث انجينو وعن عمرين وابن الحواصير الجشمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوديع يقولوا حجة الوديع يمسنا بش حج سيارق نبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله لا أنت مسجن بها لو أثنى عليه بالله لا ينقدها لا أنت مسجن بها لا وذكر ووعظه ذكروا أستوس مكروا ثم قال بالوالو على أستوس بالنساء خيرا لتوسكو نزدادين نقراتها لو خير نقروا الله شو فإنه عوان عوان النص من منتن أنتك للا نقر نقره متأيكات ومخدمات لمنا ليس توشاتشو أدرا تملكون منهن شيئا يوم قلنا نعم تبا بملكة شبه النقر عادر أبلو تناقروال إلا يوم كبك كي ماراقين ديال لبن نبي عليه الصلاة والسلام تناقروال مالتنو فإلا أيتني بفحشة مبينة عندو فمتفوبه ونوانجل ممتعطة تالهونا بستقرنجي تالهونا بستقرنجي بطورو تدادرواتشو للا انقره مراريات ولم تنان تبستقرنجي سلازي يستوشو نقر عادر أبلوال بمطفو نقر تمتع فإن فعالنا فهجروهن ياو بمطفو نقر سيتي واسرتات هنا ياو انقري تنش قصت واسو فيلم دواجعي ياو بمن يتا تنش تلايتو يتوسن قزيمة تنيت عندي قطعتني لالو وضربوهن ضربا غير مبرحين ياو دمو بما يقوسل نقر بما يريما نقر قطوات شوهم لالو فلا تفإن أطعنكم فلا تبو عليهن سبيلا يهن نقر تادر رقاتشوه على النسو لي بك ألا توسلو وين هرغي نبر اندي كونا نبر اتبولونو على ان لكم على نسائكم حقا ايو لبنان تبسوتشاشو حق الباچو ولنسائكم عليكم حقا سيتوتشو ديمو بنان تلي حق اللاچو فحقكم عليهن يوم قديم بحق بحق لي بحقاتكم مسرات ما هي الباچو الله يطئنا فروشكم بيتاتكم ما تفلقوا استو انقري ياو لقبا تمتعلون سو مقبات ما تقبات يلباتش ولا إذن في بيوتكم لمن تكرهون ايو انتن سيسفقد بيت اندو حتى واندي مهنكوا بيهون انقري اندو تنش تقرت اللو ما تفكر يلبات على بلد ذال يلا بعدا يلا عنا قيه ونسو تنبلو مقبات يلبات امنو متعلو استو تعالى مقبات سم يوم مقبات يلبات سو بيت عجينا بيجينش من يارقال سلزه ياو انقري مقبات يلبات بس مهن نجر تنكاكي ما رجالشوا على وحقهم عليكم أن تحسنوا إليهن إن أنت لا ينجري لت ببجو نجر للسرو في كسوتهن بلبس وطعامنا بمجب نجري بمجب بهون نجر نجري ياو الناس نجر الناس لا يبجو نجر للسرو ياو نجري بلو رسول عليه الصلاة والسلام تناجر وقال ما لنا ونا ياو نجري تكل كل نجر سوجو ما يفلقون نجر أبيت ماسك باتي تتلانو سلازه ميفلقوا نجر تصفق ارتفاعات هياس فكروا هي النجر مثلا دمو شرعوا اطبقوا يكلكل على مالتهم وعن معاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت يو حق مست حق من دينوالنا يو انقدي تطيق رسول عليه الصلاة والسلام لتناقرت بمتبلاقزي أبلات وتكسوها إذا اكتسيت بمتلبس قزي لأن تلبس على بسك لسوان دون ما لبس على لب ولا تدري بيل وجهها في طوان ما تمتات ولا تقبح
እሷን ደግሞ መካን ዝም ብለህ መልኳንም አታጠላላት ወላ ተዙር አትስሪባት ኢላ ፊል ቤቲ በቤት አልሆነ በስተቀር እንጂ እሷ እንዲነት እንዴትነት እያልክ መሳደብም ክልክል ነው። መልኳንም ማጠላላት የለብህም ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ወማዕና ላቱቀቢሕ አይላ ተቁል ቀባሐኪላህ ይላል። እንግዲህ ወዐን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ ቃለ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيار وخياركم خياركم لنسائهم مؤمن دو بتام غدي إيمانو يتمال بلو مالت يتشال بلو مبت إيمانو يعل بلو مالت لميستوچو لو لميستو غدي طرو نطرو أخلاق يالو نو مالت طرو أخلاق يالو اندو بمككر كلو نغير شجر انكو يمنر بمككر يميفطا لميستو دي هنا يونه سو تمرطوچو انغدي الله يخلقو نو بلو رسول عليه الصلاه والسلام نغروال مالت نو سلاذ انغدي يو بتشال متن طرو سو مون ياسفلغال. وعن إياس انقريم عبد الله تاري رسول عليه الصلاة والسلام اندي التناقروت سيتوشون انقريم بحاق وباق بابو ما يازين وربسال سلزي يو سيتوشون انقريم باق بابو تدادروا شبلو مالت قنم يونتهم سيارقو بيهم باق بابو قنم يونت مادرق سميتها شون اندي اندي نقر مقوتاتر بطعم تقبينو تالهونا زنبلو النسون معذب النسون ماسشقر يتتقلانونا تنقاكي مادرق يقبال لما لتفلقينو إن شاء الله. مرحبا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل